الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. في رواية الشنيع عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. في حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، بيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر، وكانت تحت المنذر ابن الزبير، ان عائشة اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة انداد او قريبا من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. رواية أخرى عن معاذة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما ذنبان. حدثنا قريبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا لابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. في الرواية الأخرى عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاشيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن مثنى بخمس مكاشيك. وقال معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. في الرواية الأخرى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أنداز. حدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. الروايات الأخرى عن أبي ريحانة عن سفينة قال عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. في حديث ابن عجرة قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديث. قال النووي رحمه الله باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجري في الوضوء والغسل غير مقدر ويكفي فيه القليل والكثير إذا ولد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. الأخرق الذي لا يحسن التصرف يخرق يعني يساء التصرف في الماء الكثير فلا يكفي. كلام حسن جدا ينبغي على الإنسان أن يكون رفيقا بالماء فلا يبذر ولا يسرف. قال العلماء والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع خمسة أرطال وثلث للبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد. وهذا هو الصواب المشهور. هو الصاع تقريبا يعني ممكن نقول في حدود 2 لتر تقريبا برضه وليس تحديدا. ايوه تقريبا. يقول وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا أن الصاع هنا 8 أرطال والمد رطلان. طبعا الحاجات دي غير موجودة دلوقتي فالتقدير بها يعني يشق. هو الأمر ده كيل حجم ملء الكفاية رجل المد ملء الكفاية ونص من الحبوب. فهو كما ذكرت يعني قريب مما ذكرت بالنسبه للإكراه. وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه. فقال بعض أصحابنا الإسراف حرام والله أعلم.
له وجه قوي وهو انه اضاعه للمال ولما فيه نفع البشر والحيوان والنبات، ربما ضر غيره بهذا الاسراف وضر نفسه. وجه التحريم قوي. قال: واما تصوير الرجل والمراه من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين. والمقصود الاسراف طبعا صب الماء بلا فائده، الاسراف اللي هو يكون محرم صب الماء بلا فائده والمبالغه في ذلك. اذا كان بلا فائده هو ده اللي يبقى محرم. نقول احسن يعني زي ترك حنفات مفتوحه بلا فائده. رش الشوارع ده ممكن يكون له مصلحه كتنظيف ومصلحه كترطيب، ممكن يكون كاعتقاد فاسد لجلب الرزق. ده اسوء الانواع والعياذ بالله، ان هو الناس تبص قدام المحلات بتاعتها علشان ايه؟ علشان يجلب الرزق، ان الميه عندهم بسبب من اسباب جلب الرزق، فهذا قد يدخل في الشرك على حسب اعتقاد فاعل. لكن ترك الصناديق مفتوحه خنفيات وتشق في ال او يعني تصب الماء بلا فائده في اي مكان، وجه التحريم فيه يعني محتمل ووجه قوي كما ذكرت. الاختصاص طبعا في الغسل كما ذكرت والوضوء هو مجرد صب الماء بلا فائده. يخرج من كلمه بلا فائده دي يخرج بها يعني ما اذا كان للتبرد مثلا، فواحد بيتبرد بايه؟ بصب الماء، فان هذا امر جائز، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان تصب الماء على رأسه من الحط. قال: واما تصوير الرجل والمرأة من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين في هذه الاحاديث التي في الباب. واما تصوير المرأة بفرد الرجل فجائز بالاجماع. واما تصوير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وابي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به او لم تخلف. قال بعض اصحابنا: ولا كراهة في ذلك للاحاديث الصحيحة الواردة به. وذهب احمد بن حنبل وداود الى انها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، مقصود ما بقي في الاناء بعد ما اغتسل وليس الماء المستعمل المتساقط من اعضائها، وانما فضل غسلها او فضل طهورها هو ما بقي بعد ما اغتسلت او بعد ما تطهرت. قال: وروي هذا عن عبد الله بن سردس والحسن البصري، وروي عن احمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن مسير كراهه فضلها مطلقا. والمختار ما قاله الجماهير لهذه الاحاديث الصحيحه في تطهيره صلى الله عليه واله وسلم مع ازواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه، ولا مفيش نزاع اذا اجتمع في اناء واحد. هو لا يسمى فضلا الا اذا انتهت من الغسل وتوقف فضله. وقد يجعل هو بقى ان له ان الواحد من غسل بعض الاعضاء كغسل كلها، لان اذا اخذ جزءا فبقي في الاناء شيء فهذا من ايه؟ من الفضل، كانها غسلت بجزء من الماء بعض الاعضاء. لا ده مش هو ده اللي فيه الكلام على فضل الماء، مش فضل الماء المستعمل، لا الفضل ما بقي في الاناء بعد ما تصل. قال: وكل منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تاثير للخلوه.
وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم فشل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو، فأجاب العلماء عنه بأدلة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منه البخاري وغيره، الذي يظهر أن الحديث لا يقل عن رتبة الحسن، وله طرق. الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها، وهو المتساقط منها، وذلك مستعمل، ليس هو ظاهر كلمة فضل وضوء المرأة أو فضل طهور المرأة. الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم، وده صحيح. ثم الجمع بين الأدلة ممكن، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لبيان الجواز ونهى من باب الكراهة والتنزيه، فيكون قوله في أول الكلام أنه لا كراهة في ذلك ضعيف، لأن الحديث الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافي الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم في حقه فعل ذلك لبيان الجواز فلا يكون مكروها. وقد ورد النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، وهذا نهي للتنزيه كما ذكر، وهذا لا ينافي الإجماع على طهر المرأة بفضل الرجل، فإن ذلك جائز نعم، ولكن الكراهة كراهة التنزيه. قوله الفرق وهو خلف بينه ثلاثة أصل، يقول كذا قاله الجماهير، قال الفرق والفرق لغتان تدفع أصبح وأشهر، وزعم البادي أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان. إيه الفرق؟ نقول ده الصواب يعني ثانية غلط، نقول له دول لغتان وكلاهما إيه؟ صحيح. وأما قول ثلاثة آصع فصحيح فصيح، وجهل وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع، وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة، فإنه يجوز أصوع وآصع، الأول هو الأصل والثاني على القلب. أما قولها رضي الله عنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم من الفرق، فلفظة من هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه، وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق، بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق، وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع، هذا هو الصحيح، يغتسل من هذا الإناء ولا يلزم أنه ينهي الماء الذي فيه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح معناه من القدح، في القدح أي منه، وهو صحيح معناه من القدح. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع واغتسلت منه. الحديث وبيننا بين ست فرعت على شيخ لنا. قال القاضي عبد رحمه الله ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من رضاعة كما ذكر، قيل اسمه عبد الله ابن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه
لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتنا معنى، اذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال الى وصفها، وانما فعلت الستر ليستتر اسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز رؤية المحرم لرأس المرأة وشعرها، لأنه ما رأيها تصب على رأسها ثلاثة. قال والرضاعة والرضاع بالفتح والكسر، الرضاعة والرضاعة، الرضاع والرضاعة، الفتح أفتح. وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول والله أعلم. هنا كان التعليم بالصوت والصورة أثبت. بعض قد يقول إيه فايدة إن يكون في صورة مثلا أو حضور الدرس، يكفي مثلا سماع الشريط مثلا، أو فهي لا شك أن ولود عدة آلات للتذكر أقوى في حفظ الإنسان، ولذلك كانت فعلها أثبت في نفسيهما. قوله وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من لؤوسهن حتى تكون كالوفرة، فدليل أنهم شافوا شعرها. قال الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالميم كبين من الشعر، يلم بما يعني يكاد يمسه أو يمسه أحيانا. قال الأصمعي قاله الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة. الوفرة أقل، يعني الأصمعي قال الوفرة أكثر، وغير الأصمعي قال اللمة الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين. قال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب إنما كنا يتخذن القرون والذوائم بقايا، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطوير الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. هذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته، كذا قاله ايضا غيره وهو متعين ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم، لا يظن بهن ترك التزين له عليه الصلاة والسلام في حياته وقد حبب اليه النساء. قال وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله اعلم. واذا اذن الزوج او رغب في ذلك فهو اولى بالزواج، يعني هو الذي طلب ان تقصف شعرها او تقصه لم يضر ذلك، كان جائزا. الحد في ذلك الا تشبه الرجال ولا تكون متتبعه للموضه. اذا كان لها زوج فلا بد ان تستاجره، انما لهذا الزوج يجوز فعله للحاجه، سواء كانت بقى تخفيف المؤونه، تخفيف زياده الشعر، علاج، اي يجوز ان يفعل الحاجه. قولها ونحن ذنوبان، هذا جرى على اهل اللغتين في الجنب انه يثنى ويجمع، فيقال الجنب والجنوبان وجنوبون. اللغه الاخرى رجل جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب في لفظ واحد، كما قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. هذه لفظه افصح واشهر لانها تكون لفظه واحده للجمع والمفرد والمثنى، ويقال في الفعل اجنب الرجل وجنب وجنب
جنب أصلح وأشهر. أصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي يجب عليه غسل بجماع أو خروج مني، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم. قال قوله أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، في الرواية الأخرى من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى والثانية رغم أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد، والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع، ويكون موافقا لحديث الفرق، ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاداه لما فرغ والله أعلم. ده الأظهر. أولا أن كل واحد منهم ينفرد في اغتساله، الظاهر قالت أنها تختلف أيدي، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، هذا ظاهر جدا أنه إيه؟ نعم. وإلا القول الثاني أن المراد بالمد هنا الصاع خلاف المعروف، وهو أن الصاع أربعة أمداد وليس أن المد هو الصاع. وأما القول الثاني الثالث فهو أصح الأقوال، لأن مقتضى هذه الرواية أن كل منهم يغتسل من مد ونصف، وهذا لا يكاد يكفي بلا شك، يكفي الاغتسال يعم البدن كله بالماء مهما كان، يغتسل من مد ونصف هذا كلام عسير جدا أو لا يكاد يقع، وبعيد ومخالف للروايات الأخرى الصحيحة أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة مكاكين، يعني إلى خمسة أمداد. يقول ثم إنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، وفي الروايات الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق، وفي الروايات الأخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به، وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضئه المد، وفي الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال ووجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فدل وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاءه. هو الصحيح أنها كلها بمعنى واحد، فليس هناك إنما هو الفرق بينهما بين قدر مد واحد فقط في الغسل، فإن الصاع أربعة أمداد من أربعة إلى خمسة، كان يتوضأ بالصاع وأحيانا يتوضأ بإيه؟ بخمسة أو بأربعة وزيادة. وأما الرواية التي فيها ثلاثة أمداد فقد ذكرنا أنه كان يملأنه إذا فرغ. قول عمرو بن دينار علمي والذي يخطر على بالي أن السحفاء أخبرني، أقول البال القلب والذهن، لكن فيخطر ويخطر ببالي ويخطر أبلغ، وقيل الخاطر الهادف وزمه خواطر. هذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه والله أعلم، أنه قال كان يغتسل بفضل ميمونة، ده صريح أنه هي اغتسل بفضلها، وظاهر الكلام أنها خلت به حتى يقال فضلها هي، وأما اغتسالها من إناء واحد فهو رواية ثالثة لغير تردد. والذي يظهر والله أعلم وأعلم أن قول عمرو بن دينار أكبر وعلمي والذي يخطر على بالي، هذا ليس بقادح في الحديث، لأن غلبة الظن تقوم مقام الإيه؟ العلم. أكبر وعلمي الذي يخطر على بالي، إذا هو يغلب على ظن ذلك، وإنما تردد، وهذا من الإنصاف والإتقان أنه لم يتأكد فذكر هذا اللفظ، ولكن ذلك لا يقدح فيه.
وقد ثبت في الروايات الاخرى انه كان يغتسل بفضل بعض ازواجه وصح ذلك. ومن لقة الامام مسلم رحمه الله ايضا انه قال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر ذكر ذلك باللفظ هو الاول شعبة قال عن عبد الله ويقول ومحمد بن مسنى قال في رواية عبد الرحمن الرضي قال حدثنا سمعان عبد الله بن عبد الله بن جبر وابن معاذ قال في روايته عن عبد الله بن عبد الله فقط فلأنه لم يقل ابن جبر فلم ذكر كل واحد بلفظه. المكوك بفتح الميم وضم الكاف الاولى وتشديدها مكوك وجمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك هنا المده بل هو كذلك كما قال في الروايه الاخرى يتوضا بالمده وتسلب الصاع الى خمسه امداد. سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه اسمه مهران ابن فروق وقيل اسمه بحران وقيل رومان وقيل قيس وقيل عمير وقيل سنبة كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختارة قيل سبب تسميته السفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة الغزو وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. الرواية الأولى من رواية السفينة نفسي والثانية من روايته عن أبي بكر. هو من روايته هو استغفر الله عن السفينة قال أبو بكر يقول لي أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة هو الذي قال عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر صاحب رسول الله لو كانت هو أبو بكر الصديق قال أبو بكر صاحب رسول الله وإنما عن سفينة قال أبو بكر ابن أبي شيبة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من دقة الإمام مسلم أيضا إن علي بن حجر قال عن سفينة وأبو بكر بن أبي شيبة قال عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. أبو بكر القائل هو ابن أبي شيبة يعني مسلم يعني مسلم أما أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة وصفه وعلي بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله عن سفينة. واما قوله وقد كان كابر وما كنت اثق بحديثه اثق اي اعتمد القائل وقد كان كابر هو ابو ريحانة والذي كابر هو سفينة ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الاحاديث التي ذكرها. هو اذا كان قد اختلط مثلا باخره ولكن روى ما وافق غيره ما وافقه غيره فيه فثبت الحديث بذلك فهو اذا مما اتقنه وضبطه فيكون حديثا صحيحا. قال حدثنا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرب عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على راسي ثلاث اكف. الروايه الاخرى عن سليمان ابن سرب عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل من الجنابه فقال اما انا فافرغ على راسي ثلاثه. حدثنا يحيى بن يحيى واسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله ان وفد ثقيف سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارض بارده
فكيف بالغسل؟ فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سلم في رواية حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر، الرواية الاولى قال اخبرني هشيم عن ابي بشر ومن صرح بالتحديث فذكره، وقال ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله، بدل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال يعني الثقفي محمد قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حسنات من ماء، فقال له الحسن ابن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينه. قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله اني امراه اسد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابه؟ قال لا، انما يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. هذا تبع الباب الذي يليه. قال الامام النووي رحمه الله في شرح الاحاديث السابقه باب استحباب افاضه الماء على الراس وغيره ثلاثا. سليمان بن سرد الصحابي المعروف رضي الله عنه. احد من شددوا في على بني اميه حتى قتل رضي الله تعالى عنه، خرج عليهم في نهايه الامر وقتل رضي الله عنه. تناروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تنازعوا فيه، وفيه جواز المناظره والمباحثه في العلم، وفيه جواز مناظره المفضولين بحضره الفاضل ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. وهذا ليس بممتنع، فإنه يعرف بذلك علمهم وفهمهم. قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف، المناظرة ثلاث حسنات كل واحدة منهن ملء كفين جميعا، حلو الكفين جميعا. وفي هذا الحديث استحباب إصابة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه. وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء. كما ذكرنا ليس عندهم نص في تثبيت غسل البدن ولا في رواية واحدة، ومسألة القياس في هذا فيه نظر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفاض الماء ولم يرد تكرار ذلك، فالصحيح الله أعلم وأعلم أنه لا يكرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. يقول وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث في الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرض به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ مسلوك. هذا الكلام فيه نظر في قوله شاذ مسلوك، ولا أعلم هو خلافا في المذهب إلا ما ذكر. وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل.
والله اعلم. باب حكم الضفائر للضفائر المغتسلة. قال مسلم حدثنا عمر بن ناخب قال حدثنا يزيد بن هارون او حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى بالاسناد الذي قبله وفي حديث عبد الرزاق فانقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر امام حديث ابن عيينة. في الرواية الاخرى قال فيه افاحله فاغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشه ان عبد الله بن عمر يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. معنى أشد ضفر رأسي معناه أحسن كتل شعري. قال ابن بري صوابه ضفر رأسي جمع ضفيرة كالسفينة وسفن ضفر رأسي ضفر هذا الذي انكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الامرين ولكل منهما معنى صحيح. يترجح ما قدمنا به ضفر راسي لكونه المروي المسموع في الروايه الثالثه المتصله. قوله صلى الله عليه وسلم تحفي على راسي في ثلاث حفيات بمعنى الحفنات والحفنه ملء الكفين من اي شيء كان. اسم ام سلمة هند وقيل رمكة وليس بشيء شكون هند فانقضه للحيضة. قال اما احكام الباب فمذهبنا مذهب الجمهور ان الضفائر المغتسلة اذا وصل الماء الى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضه وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها. وحديث ام سلمة محمول على انه كان يصل الماء الى جميع شعرها من غير نقض لان ايصال الماء واجب وحكي عن النقعي وجوب نقضها بكل حال وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابه ودليلنا حديث ام سلمة. واذا كان للرجل بصيره فهو كالمراه والله اعلم. هذا هو الصحيح وهو ان غسل جميع الشعر واجب وحقيقة ان الماء اذا افيد على الرأس على اي حال وصل الى جميع اجزائه الماء بيتخلل في ظهر الرأس ونحوه كل شيء يعني مكون من خيوط رفيعة كالشعر اذا غمس في الماء او اجزع الماء دخل الماء فيه في اجزائه والنقض يعني هذا انما يرجع الى نوع من الوسوسه اشتراط النقض والتشديد وهو انه يقول ربما لم يصل الماء وهذا امر عسير جدا ان لا يصل لانه اغلب العام او هو المعتاد انه يصل زي الواحد يغمس قماشه في ايه وهي منسوبه جامد جدا اجزائها كلها خيوطها لازقه بعضها لازقه شديده جدا يغمسها في الميه تقوم الماء ينتشر اي سائل في الاغلب كالماء ينتشر في الايه؟ في اجزاء اي شيء منسوج او نحوه فاقصى ما يفصل ايه الضفيره هتعمل ايه؟ تكون كثير منسوج لو ده دخلت في بعضها جدا ما
حيث لا يمكن تفريقها عن بعضها، وده ما بيحصلش مهما بذرت شعر الرأس فإنه إيه ذاك لم يرد فقط عن أم سلمة الرواد عن إيه عن عائشة أيضا. ذاك الفرق ده فرق في الحقيقة حاصل أو نقصد يعني أنه مسألة أنه إذا كان يصل فده بيصل أصلا في كل الإيه الأحوال. ها؟ لا التفرقة لا دليل عليها. الرواية هنا صريحة رواية عبد الرزاق اللي فيها أفأنقضوا الحيضة والجنابة، كل بعض يقول لا الحيضة غير ثابتة يا شاب، ضعيف هذا الكلام لأن هذه زيادة ثقة وليست إيه وليس شهودا، هذا رواية الثقة ما لم يرويه غيره وليس مخالفا لغيره. قال واعلم أن وصل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس، أنه يستحب لها أن تستعمل خرصة من نسك، الخرصة لقطع قطن فيها نسك لكن تزيل آثار رائحة الدم. قال وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السادس، فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت سيدا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال فوجها لقضاء الحاجة كما سبق، لأنه صار في حكم الظاهر، هكذا نص عليه الشافعي وجماهير العلماء. وقال بعض أصحابنا لا يجب على السيد غسل داخل الفرج، وده أقرب الله أعلم. وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول، والله أعلم. وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسل فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال. وده الظهر أنه أمر النساء، فقالت يا عدم بن عمر، إذا أنكرت عليه هذا القول لأن هو الذي نقل عنه لم يكن فيه تفصيل. صحيح يا رواية فيها سيدنا في اللفظ عبد الله بن عمر. ها؟ فوق ابن عمر ولا ابن عمر؟ ولا انا اعرف ان هو عبد الله بن عمر، لكن هي الحديث نفسه فعلا في عبد الله بن عمر. ها؟ نعم؟ المشهور اصلا عبد الله بن عمر. نبحث عنه ان شاء الله. يقول يحتمل ان يكون مثلا له لم يبلغه ولا يكون بلغه مثلا مع عيسى، ويحتمل انه كان امرهن على سبيل الاستحباب والاحتياط لا على الايجاب، والله سبحانه وتعالى اعلم. احنا قلنا بعد ما تدل الشؤون العصيه تحكي ثلاث حقائق، فإذا فعلت ذلك أجزأها. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا بن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مثل فتطهر بها، قالت كيف اتطهر بها، قال تطهري بها سبحان الله والستر، واشار لنا سفيان بن عيينة
بيده على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم استتر حياء. قالت عائشة: واجتذبتها إلي فعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. قال ابن أبي عمر في روايته: فقلت تتبعي بها أثر الدم. الرواية الأخرى عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. توضئي هنا معنى تطهري. عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تفتي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض على الماء. فقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عن عائشة فقالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ لم يذكر فيه غسل لنفسه. قال النووي: روى استحباب الاستعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. المراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في ختمة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض. كتب المحملون من أصحابنا في كتاب المقنع أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. هذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، والصحيح المختار الذي قاله جماهير الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. حكى الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا، أحدهما هذا والثاني أن المراد كونه أسرع إلى عروق الولد. الأول هو الصحيح. فإن قلنا بالأول فقد المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة، والظهن قال: تطهري به، تتنظف بها. والطهارة هنا بمعنى النظافة وتتناولها من زوال الرائحة. وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام وقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما. ولا ذا له أثر في عروق الولد، ولا المسك ولا القسط ولا الأظفار له علاقة في هذا الوقت خصوصا بعلوق الولد. اختلف الضبط استعماله، فمن قال بالأول قال تستعمله بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال قبله. طبعا الصحيح الأول، لأنه قال: ثم تأخذ فرصة من المسك، ثم وقال خذي فرصة، ثم تأخذ فرصة من المسك. هذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء يكفي في إرسال رواية مسلم. قال: تأخذ إحداكن ماءها، قوله صلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من المسح فتطهر بها. هذا مسح في استعمال الفرصة بعد الغسل. أما قول من قال إن المواد الإسراف في العلوق فضعيف أو باطل، فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصل إليه أحد معلمه. إطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطهير المحل وإزالة الرائحة الجيدة. طبق.
يقول أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها، تستعمله بعد الغسل. فإن لم تجد نسكا تستعمل أي طيب ودلك، فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة في أحقرها. فإن لم تجد من هذا فالماء كافٍ لها، لكن إن تركت الطيب مع التمكن منه كره لها، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها. الفرصة القطعة، المسك هو الطيب المعروف، هذا الصحيح المختار. وقال بعض أهل وقيل مسك هو الجلد الذي أي هو الجلد أي قطعة جلد. قوله صلى الله عليه وسلم تطهري بها وسبحان الله، قدمنا ان سبحان الله في هذا الموضع وامثاله يراد به التعجب، وكذا لا اله الا الله. معنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الانسان الى في فهمه الى فكر. وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر فيه، وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات. قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي بها اثر الدم، قال جمهور العلماء يعني به الفرج. وقد قدمنا على المحاملية انه قال تطير في كل موضع اصابه الدم، وفي ظاهر الحديث حجة له. تأخذ احداكن ماءها وسدرتها، قال القاضي رحمه الله التطهر الاول فتطهر فتحصل الطهور، تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحي. هكذا قال القاضي، والاظهر والله اعلم ان المراد بالتطهر الاول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح. قد قدمنا في اول كتاب الوضوء بيان معنى تحكيم الطهر وهو اتمامه بهيئته، هذا المراد بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها، معناه اصول شعر رأسها، اصول الشؤون الخطوط، حتى تبلغ شؤون رأسها، شؤون رأسها، شؤون بالشؤون، شؤون رأسها، حتى تبلغ شؤون رأسها الشؤون الخطوط. يقول اصول الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها، الواحد منها شأن. قوله قالت عائشة كانت كأنها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم، معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه الحاضرون. أسماء بنت شكل أنصارية رضي الله عنها. له وجه، كلام المحملين له وجه. قولوا قولي هذا القول. ها؟ كده؟ صحيح. يكره هذا. سألته هل هذا النقد الشعر للمرأة يكون في الحيض الدنيا سواء أم في الجنابة فقط؟ سبق أن ذكرنا الرواية صريحة وصحيحة في أنها أفأنقضوا الحيضة والجنابة؟ قال لا. هل يجوز التنسخ بالكعبة التبرك بها؟ لا، إنما يشرع التنسخ بالحجر الأسود والركن اليماني فقط. وهل هذا تبرك أم تعبد محض؟ قولا للعلماء. أظهر الله أعلم أنه في حق الحجر الأسود طلب البركة لذلك أنه نزلنا ظاهر. هل يجوز تزيين الكعبة والمسجد الحرام؟ يشرع يعني ستروها بالستور، ستر الكعبة بالحرير أو غيره. وأما تزيين المسجد بالزخارف ونحوها فهو لا يشرع لدخوله في عموم النهي. المقتضي هي تزخرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هل المقصود لأن مكة كلها حرم أن الصلاة في أي مسجد فيها تعد بصلاة المسجد الحرام؟ هذا قول بعض أهل العلم وليس بالصحيح. الصحيح أن المسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي تشد له الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تسد الرحال إلا ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، مسجد هذا مسجد، أو مسجد هذا مسجد الكعبة. فالصحيح أن الصلاة بدماء ألف صلاة في مسجد الكعبة، وأما الحرم فله فضل على غيره، ولكن لا يلزم أن يبلغ هذا الحد. عليكم السلام. أو قلنا أنه إذا كان تناول المرأة والرجل من إناء واحد يتناولهما جميعا هذا ليس فيه نزاع. نعم، هذا هو المعنى الصحيح. ما هي المدة التي تستدعي الأخذ بالرخص أثناء السفر؟ ما معنى السؤال؟ أنا لا أفهم السؤال. هل هذه المدة ثلاثة أيام بلالهن؟ يعني منذ أول سفره يجوز أن يأخذ بالرخص من المسح على الخفين ثلاثة أيام، ولأن من أول سفر، ثم الجمع كذلك. وإذا أقام أثناء السفر أكثر من أربعة أيام فهذا لا يشرع له أن يأخذ برخص السفر من القصر والجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فوق الثلاث نزلت الإقامة الدائمة، وهذا غير الدخول والخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. فهذا يدل على أن من أقام بعد فوق ذلك فهو مقيم، حكم المقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قصر أكثر من ذلك لم يكن مع نية الإقامة، نية الإقامة لم تكن ظاهرة، بل كان يستعد للخروج في أي وقت، كما في تبوك لأنها في حالة حرب، وكان في فتح مكة فإنه كان على أهبة غزوة حنين. والأمر يعني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه هذا لابد من استقرار مدة ليس عليه دليل، فليس هناك كان عزم على الإقامة إلا في حدة الوداع، وقد أقام صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج، اللي هو دخل يوم الرابع صلى بها 21 صلاة قصر فيها الصلاة ثم خرج. المشروع في هذه الحالة أن من أقام هذه المدة عازما على الإقامة من أول ما يصل أن يقصر، فإذا زاد على ذلك يتم من أول وصوله إلى بلد التي يقيم فيها هذه المدة. شيخ الإسلام كتب في بعض كتبه أنه يجوز زواج الجن من الإنس والتناسل وغير ذلك إما جبرا إما اختيارا. الصحيح أنه لا يجوز ولا يقع، لأن الله عز وجل قال: وخلق منها زوجها، وقال: من شيئا خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والله عز وجل إنما جعل الأزواج من النفس لكي تسكن إليها من جنسكم، خلق منها زوجها أي من جنسها. والشياطين طبيب يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السوق معلقة الشيطان، فيها باب الشيطان وفيها خربة. فكيف يقع التناسل؟ ثم كيف يقع الإشهاد؟ ولا نكاح إلا بولي يشهد عدل. فكيف يقع الإشهاد وقد قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ فمثل هذا الكلام كلام غير صحيح، كما لا يجوز الزواج بين الإنس والحيوان، فالجن كائن آخر، فلا يصح الزواج إلا ممن يشهد على زواج. لا، ما فيش أسئلة ثانية. وقوع شيء من المعاصرة غير الجائز يقول يجوز، هل يقع التماثل بذلك؟ نقول: لا، هذا غير جائز وغير واقع، لأن الزواج ده لابد أن يخرج سنة. أما تخيل مثل ذلك وانطواء الجن على إحليل الرجل أثناء جماع إذا لم يذكر الله والآثار بمثل ذلك، هذا وارد محتمل، لكن بمثل التخيل وليس بأنه جماع حقيقي يترتب عليه تماثل. هل إذا انقطع الدم من المرأة النفساء قبل مرور 40 فتصبح تصلي ويجوز وضوءها؟ نعم، لأن النفاس هو جريان الدم عقب الولادة. مفيش أسئلة تانية. فإذا انقطع الدم صارت طاهرة، تغتسل وتصلي.
خلف عليه الصلاة والسلام. خلف قال الأب محرم الرزة للابنة. نعم قال الأب أب لابنته وليس زوج ابن وليس لامرأة ابنه. رجل يعمل في بنك ملوك التنمية كمهندس معماري ماذا يصنع؟ هذا العمل اللي بناء عليه احنا حدد ان هو ماله كله حرام ولا عمله محرم ويستحق الكسب. لكن الاصل في عمل بنوك الربوية انه حرام. فكر رجل صاحبه في اخراج زكاة الفطر له في العام السابق ثم سأله بعد مخرج الزبوع ماذا فعل؟ فقال له نحن نأخذ زكاة الفطر الزيادة حتى نعوض ما يأتينا متأخرا من الأموال. استغفر الله. هذا صح الإخراج قبل العلم بالوكالة خاصة له وكيل شخص وطلعها كده توقع الصدقة ان هو بقاش وكيل قبل ما يطلع ويبقى والفقير الفقير بيقبضها وبيتملكها. فده الناس يعني للاسف جهله الذين يقومون بهذا الفعل. هو اصلا ازاي بقى وكيل قبل ما يتم توكيله؟ ازاي يطلع الزكاه وهو لسه اصلا؟ فهذه يحتاج الى عبادتها. وهذا الثاني يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويلزمه من ماله الاموال اللي هي بتحصل لهم عجز دي يطلع زكاة فطر بيها. حديث عبد الابن سرد ازاي ورد مرفوعا في نهي عن فضل طهور المرأة. ده حديث ورد مرفوعا مش بس ان هو حكم مرفوع ورد مرفوعا. ها حسن ابن حجر حسين هل وصف اقضى القضاء في شيء؟ لا ليس انه اكثرهم قضاء. يقول فيه انهم رأوا شعرها في اخر عشر ومن رضاعه ومن دخل معه اخوها كلام ثاني كلام نفسها من الرضاعه. فالاثنين محارم واحد اخوها من الرضاعه والثاني ابن اختها من الرضاعه. عشان كده يقول كنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا صورنا قال ايه؟ كالوفر. تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع ناقشه ابن حجر ونقل فيه خلاف. هل يصح نقل الإجماع؟ صحيح ما احنا قلنا الكراهة ثابتة. هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويستعمل فضل الماء الذي يكره صلاة التنزيل؟ يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه مكروها. للتشريع للأمة يكون في حقه مستحبا. أحيانا يترك بعض الاختيار لما غيره أولى منه ويكون في حقه هو الأفضل والأولى. دعاء الاستفتاء هل يقال في الخمس صلوات فقط أم في كل صلاة؟ في كل صلاة. أبوه يذهب إلى الموالد بغرض التجارة فقط وهو يعيش معه في بيت واحد يأكل من كسبه وهو أيضا يرغي الأسواق ويدود الأكل منه لأن الذي يبيع في الموالد رغم انه قد ارتكب منكرا برؤيته المنكرات والسكوت عليها والمشاركه في تكثير ثواب اهلها الا ان كسبه يملكه فيجوز الاكل من اكله. اعتاد الناس رش الماء بملح اعتقاد منهم انه يدفع عنهم العين ويجلب الرزق. حكم الدين هذا انه من الشرك. ان اعتقد ان الماء بذاته هو ملح يدفع الضر بالعين مثلا ويجلب الرزق لذاته فهو شرك اكبر. فاعتقد انه سبب يرزقه الله به فهو شرك اصغر. يقول ذكرتم ان قياس غسل البدن خلف على غسل الراس ثلاثا وعلى تثبيت الوضوء غير صحيح لانه لم يرد قط في روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا اعتمدنا على ايه في ان غسل مسح الراس لا يشرع الا مره واحده؟ كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع انه وارد في روايات عامه احيانا اغتسل توضا ايه
ثلاثا ثلاثا نقول جدل صريحة. واكثر من وصف وصف مرة واحدة ومننا قلنا استحباب مسح الرأس مرة واحدة. فنقول كل الروايات في الغسل ما وردت فيها رواية واحدة فقط رغم كثرة من نقل غسله عليه الصلاة والسلام ان وامره صلى الله عليه وسلم بالغسل غيره الحيض قالت ثم تصيبي على عليك ما فإذا انت قد طهرتي. الروايات كلها صحيحة واضحة جدا في عدم ايه التثليث. فمن اين نأتي به؟ هو نقول ان ده اصلا امر تعبدي والتثليث هذا رقم معين رقم مقصود بذا ما العلة فيه حد يعرف يجيب علة في الثلاثة عشان نقيس ايه نقيس عليه تنظيف. لا التنظيف ممكن يحصل بايه بمرة ممكن نقول بقى يزيد على ذلك ما شاء او نقول يبقى يستحب الزيادة على مرة حتى يقع التنظيف كما ليس هذه هي العلة انما هو حدد ثلاثا. رجل يريد ان يستخدم التصريح لمحل او اوراق مهمة الموظفون يعطلوه يعطلون ان يستخدم الروتين او يريدون رشد لكنهم لا يقولون هل يريد ان يعرض هو فيدفع لهم المال اذا كان لا يمضي امره الا بذلك في الموعد الذي يحتاجه جاز له ان يفعل. هل عمل في شركات السياحة في الحسابات حرام؟ هل عمل في شركة تبني قرى سياحية حرام؟ كل تعاون على اسم العروان نهى عنه ربنا عز وجل في كتابه. شركات السياحة التي تسفر الحج والعمرة بها ونعم. شركات السياحة التي تسفر الناس إلى بلاد أوروبا وإلى شرم الشيخ والغردقة والرحلات المحرمة تعاونهم على حساب استحقاقاتهم المحرمة عند الناس امر محرم لا يجوز. بناء القرى السياحية التي يفسد الناس فيها ويكشفون عوراتهم كذلك. اذا لم يكن فيها فتن فنعم تأجرها لأناس يعني لا يفسدون فيها امر جيد. فاذا كان عمله بهذه الطريقة ان هو يروح يلم يعني بيوت لا يسكنها الا اسر قليلة ليس فيها فساد وليس فيها فتن فجائز هذا الامر. لكن انا مش شايف الحكايه انا ما اعرفش الحكايه. القرى السياحيه دي فين دي اللي هي ما فيهاش فتن دي؟ ممكن يكون بعضها انا ما اعرفهاش. ممكن في اوقات معينه من السنه لكن في الصيف عجيبه يعني. لو كان في كده بقول لنا عليها. هناك رجل لا يأخذ التموين الخاص بوالده بعد ما توفي الوالد هذا لا يجوز. التموين ده مجعول لإعانة لعموم المسلمين وفقرائهم على الأخص فكونه يكذب ويقول ان هذا تموين الوالد فهذا لا يجوز. اذا كان فقير ملوش تموين اللي ملوش تموين وهو فقير يبقى ماشي. هل يمكن ان يرى الانسان الملائكة وصورتها الحقيقية؟ اما ان يرى الملائكة فنعم اما صورتها الحقيقية فلا ادري لان اسيد بن حضير رأى الملائكة والصحابة رأوا جبريل عليه السلام في سورة الاعرابي رضينا من نور تلك الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة الرسول اخبره اذا هو شافها وقال لو غارت على قراءتك لا خرجت الى الناس لا تستتر الا رآها الناس لا تستتر من اصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. اذا كان ممكن الناس ايه علق ذلك على ممكن. هل يكفي الصابون والليفة كان الفرصة والمسك الصابون وريحة يكفي والافضل ان هو يأتي بثوب مباشر. الماء المستعمل الذي تفقط من اعضاء المرأة يكره استعماله كراهة تنزيه؟ نعم. يحرم؟ لا لانه على الصحيح طهور كما قدمنا لا دليل على فقد طهورية الماء المستعمل. الصحيح ان الماء نوعان الماء المطلق نوعان طهور ونجس واما الطاهر فهو ما ليس بماء. الماء المفترض بغير الذي غلب عليه كالعصير مثلا فهذا وكذا ما اختلف مثلا بطاهر زي الصابون الكثير جدا الذي غير لونه وطعمه ولم يعد ماء مطلقا. اذا وجد مسك وصابون هل يستويان؟ لا المسك افضل لانه نص النبي صلى الله عليه وسلم.
قال صاحب تفسير الاصحاب بتحريم النقاب لان حديث الناس ونقاط الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله موضوع لانه يخالف قول الله عز وجل لا اكراه في الدين. رد عليه الشيخ ابو اسحاق بان نظرة الناس عامة يراد بها الخصوص وهي المتاع المشركين. لهذا يحل الاشكال. وانا لا ارى انه الحل. طبعا ادعاء ان حديث ابراهيم موضوع دي اصلا ما يتردد عليها. لان هذا من الضلالات. مين يحكم بالوضع؟ هذا مبتدع ضال مجرم الذي يرد حديث متفقا على صحته ما طعن فيها اهل العلم. مين اللي وضعه؟ البخاري اللي وضعه؟ مسلم اللي وضعه؟ ابو بكر الرئيسي مثلا؟ يعني ائمه شيوخ البخاري ومسلم هم اللي وضعوه؟ اصحاب السنن كل شيوخهم الثقات الافاضل هم اللي وضعوه؟ يعني كلام يعني لابد ان يرد على صحيح. اما ان هذا عام اريد به القصد والقصد غير صحيح. لان الصحيح ايضا انه يقاتل اهل الكتاب ايضا على ذلك حتى يشهدوا. ولكن الصحيح انه مخصص بالايه وبالحديث الاخر في فرض الجزيه. فليس هناك تعارض مع لا اكراه في الدين الا المرتد. فانه يكره على الاسلام لانه قائل كان عبدا. بمعنى ان حتى اشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه والزكاه الحديث مخصص في غايه اخرى وهي او يؤدي الجزيه. يبقى احنا بناخد بالحديثين مع بعض. اذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم الى احدى ثلاث خلال فياتهن جابوك فاقبضن وكف عنهم وذكر منها او يعطوا الايه؟ الجزيه. وكما قال عز وجل حتى يعطوا الجزيه فان يذن وهم صاغرون. فاذا اراد ان لا يسلم فامامه ان يعطي الايه؟ الجزيه. فهذا هو الصحيح. ثم هذا لا منافاة اذا لان المرء لا يكره على الدخول الاسلامي. الا المرتد كما ذكر. واما كلام الشيخ ابو اسحاق فهو مذهب الشافعي والمشهور عند الحنابله. وهو ان هذا خاص بالمشركين عباد الاوثان. ويكون فايضا ايضا من دفع الاسلام لانهم يكرهون عندهم فيكون متعارضا. لا ليس متعارض لان عندهم لا اكراه في الدين اي في اهل الكتاب بسبب نزول الايه في من تهود من ابناء الانصار قبل الاسلام. كانوا يهودونهم وينصرونهم يرون ان اليهود اكرم واحسن دينا من عباد الاوثان فجعلوا اولادهم يهودا ونصارى. فلما جاء الاسلام علموا فضل الله عليهم به فارادوا ان يدخل اولادهم هؤلاء الذين هودوهم ونصروهم في الاسلام ارادوا ان يكرهوهم فانزل الله لا اكراه في الدين. فهذا في من يقر بالجزيه عند مالك وعند الشافعي واحمد. فيجعل لا اكراه في الدين هو الخاص. والصحيح ان احنا بنقول ان هو عام فعلا الا في المرتد لثبوت النص والاجماع على وجود قتله. ولكن هذا كما ذكرنا يخصص بايه بقى ده الحديث وانتم اخذ الناس يخصص بالجزية. ايوه ده قول مالك وابي حنيفه في غير مشرك العرب وروايه عن احمد فهو قول الجمهور. وده الصحيح وان اصلا مشرك العرب خلاص انقرضوا فقول مالك وابي حنيفه اصبح واحدا والروايه الثانيه عن احمد. فقول ثلاثه من الائمه هو الراجح في هذا الباب لعموم اذا لقيت عدوك من المشركين. قوله ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا سديدا وفي غسل الجنابة ثم تصب على رأسها فتدلكه دون دلكا سديدا. هذا دليل لمن فرق. لا ليس هناك فرق. دلك الشديد مستحب والدلك الذي يوصل الى سؤن الرأس هو الواجب. وحتى لو وصل الى سؤن الرأس من دون دلك لا جاز ذلك. وانما دلها على الاستحباب كما في المسك الفرصه الممسكه. هل الماء المتساقط من الاعضاء في الغسل الذي تم رفع الحدث به يحدث شيئا في الماء المطلق؟ ودي النقط اللي فيها وجه بقى لمساله طهور المراه. انه غالبا ما اذا وضعت يدها في الماء فانها تساقط منها بعض الايه؟ القطرات. هذا يرد اولا على من قال ان الماء يصبح ايه؟ الماء القليل اذا خلطه ماء مستعمل يصبح مستعملا. الصحيح انه لا يصبح مستعملا بذلك. وان تساقط هذه القطرات لا يغير من الامر شيء. وده بس لكن هذا سبب الكراهه. ان الاولى والافضل انه لا يستعمل هذا الماء الذي تتساقط منه قطرات
قبل الاغتسال. هل هناك تفريق بين كفر العين والنواس الذي يسب الدين؟ لا تفريق في ذلك اذا ثبت انه يسب الدين. الخلاف اللي موجود مش في النوع والعين، الخلاف اللي موجود ان الراجل ده بيسب الدين ولا لا. اللي بيقول ده بيسب الاخلاق ويستفصل منه يبقى ما يكفروش نوعا ولا عينا، واللي يقول لا مفيش ده بيسب الدين لان ما عندناش كلمه الخلق بمعنى الدين فمفيش نزاع بين العلماء ان الذي يسب الدين خارج من الملة. مفيش فرق بين النوع والعين لانه غير متصور ان انسان يدين بدين ثم يجهل ان عليه ان يعظم هذا الدين، بل يعني لا يتصور انه ليس فقط عليه ان يحترم هذا الدين، انما السب ده اسوأ من الاستهزاء واسوأ من يعني عدم الاحترام، لان هو ده اهانة للدين، هذا غير متصور غير وارد اصلا الجهل بذلك ولا الخطأ ولا الا الاكراه اذا في نوع من هذا الجانب. لكن المعتاد في النوع العين اللي هو مسألة استفادة انتفاء المنع عند الاكراه مثلا اللي بنتكلم عليه دايما بيكون عند الجهل او نحو ذلك، لكن المتصور في ذلك انه يكون عند الجهل او عند الجنون، قصدي اكثر عند الاكراه او عند الجنون، نعم لو واحد سب دين وهو مجنون او وهو طفل نعم في فرق بين النوع والايه والعين، لكن ليس في قضية الجهل. صحيح انه ما يسألش هل تقتل الدين ام لا، لان الدين عندنا بمعنى الملة ما حدش يستعملها في غير ذلك. يقتل ايه؟ طب ما هو بيسب دينه عايز يغيظه هو فسب الدين بتاعه. هذا الدين كلمة الدين مستعملة في ايه عندنا؟ في الملة. لا يلتفت الى الدعاء انه يقتل غير ذلك. الجارية بالكفر في بعض البلاد جارية على السنتين سبوا الله. ما انا بقول لك اهو في ناس عندهم في بلاد تانية يسبوا ربنا سبحانه وتعالى ويخشوا يصلوا. طب نعمل لهم ايه؟ ما المشركين كانوا بيسبوا الله عز وجل قعدوا عند غير علم ويقولوا لبيك اللهم لبيك والعياذ بالله. نعمل لهم ايه؟ كفروا بالله عز وجل. هو النصارى اللي بيسبوا الله عز وجل بيقول ستمان ابن ادم ولم يكن له ذلك اما تسموه ايه فقالوا اتخذ الله ولدا ليس كذلك، فبيسم ربنا وبيعظمه في نفس الوقت كفر والعياذ بالله. له توبة على الصحيح لا نزاع لو تاب بينه وبين رب ان تنفعه يوم القيامة، النزاع في ان هل تقبل في الدنيا ولا لا، والصحيح انها تقبل في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.